بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. معكم أسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة يا جماعة مش يلا نصلح، هنقول يلا نضحي. النهاردة هننفذ سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي تذبح الأضحية بنفسك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا احنا نريح الذبيحة ونسن الشفرة بتاعتنا، أهم حاجة في الأضحية. النهارده يا جماعه هنشوف مع بعض واحنا بنذبح الخروف دوت ازاي، وبنسلخه وبنطلع الكرشه والحاجات بتاعته اللي جوه. نيمنا الخروف كده يا جماعه اهو، وبنمسك رجل ورا مع رجل قدام، ولو امكن الرجل دي كمان، وبنمسك كده بنريح الخروف اهو زي ما انتم شايفين. سيب رجل السيب سيب على انت ماسك بعد كده تعالى بقى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء. بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله الله. افتح فتحه في الرجل هنا، اي رجل الشمال او اليمين اللي ورا، افتح فتحة صغيرة كده في الجلد زي ما انتم شايفين اهو زي القرن كده، وهبدأ اسلكها كده. سلكت خلاص، هبدأ احط المنفاخ بتاعي. يا لو ما عنديش منفاخ بنفخ ببقي عادي اهو. فيها يد لا مش هيدي. يلا اهو بنفخ يا جماعه اهو. وابدا اضرب كده عشان الهواء يمشي ما بين الجلد وما بين اللحم، عشان ده بيساعدني في عمليه السلخ، بتبقى عمليه السلخ سهله. هنبدأ كده يا جماعة عملية السلخة اهو زي ما انتم شايفين، وهجيب الخروف من أوله. وابدأ عملية السلخ زي ما انتم شايفين. ده يا جماعة الخروف بعد ما اتسلخ اهو زي ما انتم شايفين وعلقناه اهوت. هنبدأ بقى دلوقتي نفتح الكرش. الأول اقطع المقاس دي، بصي
ابدا افتح فتحه صغيره هنا كده، السكينه وابدا احط الخرطوم بتاعي هنا، اعبي الكرش ميه عشان ده بيساعد في تفضيه الكرش. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه اهو، احط الخرطوم مطرح من فوق وابدا اعبي ميه، ده بيساعدني في تفضيه الكرش بسهوله. كل ما كان الميه في الكرش كتير بيساعدني في تفضيه الكرش. بيسلك الحاجات من جوه، الميه دي بتسلك لي الحاجات من جوه. ابدا احط صباعين كده هنا زي ما انتم شايفين اهو، وبطرف السكينه يا جماعه ابدا افتح زي ما انتم شايفين. ابدا اشيل المنديل بتاعه عشان ما يتوسخش. شايفين الكرش نزل لوحده ازاي يا جماعه من الميه اللي انا حطيتها.